عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. من قناة أحباب الرسول فعل مسموع نقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير آية الحلقة الأولى. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، يحبون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم أي موجع للقلب والبدن، وذلك للشبه لإخوانه المسلمين ومحبة الشر لهم وجراءته على أعراضهم. فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم ذلك من إظهاره ونقله، وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة. كل هذا من رحمة الله عباده المؤمنين وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم بأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك علمكم وبين لكم ما تجهلون. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولما بين تعالى لعباده ما بين وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيز، كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه. ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواس، فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره بالقلوب. فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وطريق لكل. ثم أخبر الله تعالى أنه يضرب للناس الأمثال ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها، فإن التفكر فيها يفتح للعبد بخزائن العلم ويبين لهم طرق الخير والشر، ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويذكره عن مساوئ الأخلاق. فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن وتدبر المعاني. قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. أي لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء الخلق لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لاصطفى بعد مخلوقاته التي يشاء اصطفاءه واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد، ولم يكن حاجة إلى اتخاذ الصاحبة سبحانه أنه عما ظنه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. هو الله الواحد القهار، أي الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل. فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته، لأنه بعضه وجزء منه، القهار لجميع العالم العلوي. ولو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولو كان له إدلال على أبيه ومناسبة منه، وحدته تعالى وقهره متلازما، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشركة له من كل وجه. قال تعالى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أي كيف نتبعك ونحن نحن لا نرى باعك إلا أسافل الناس وأرازلهم. وسقطهم بهذا يعرف تكبرهم عن وجهلهم بالقائل، فإنهم لو كان قصدهم الحق لقالوا إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته بين لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك. ولو تأملوا حق التأمل لعلموا أن أتباعه هم الأعلون، خيار الخلق أهل العقول الرزين
الخزينة والأخلاق الفاضلة، وأن الأرذل من سلب خاصية عقله فاستحسن عبارة الأحجار ورضي أن يسجد لها ويدعوها، وأبى الانقياد لدعوة الرسل للقمة. بمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل يعرف فساد ما عنده بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه. فقوم نوح لما سمعنا عنهم أنهم قاموا في ردهم دعوة نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فبنوا على هذا الأصل الذي كل أحد يعرف فساده. رد دعوته عرفنا أنهم ضالون مخطئون، ولو لم نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمة ما يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به. قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك. وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الشهوات واللذات والأولاد والأموال، والقدم والجنود قد انفرضوا بأعمالهم وجاءوا فرادا كما خلقوا وتركوا ما خولوا وراء ظهورهم كما فعل بأشيائهم من الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك. حيل بينهم وبين ما يشتهون إنهم كانوا في شك مريب، أي محدث الريبة وقلق القلب، فلذلك لم يؤمنوا ولم يعتبوا حين استعتبوا. قال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله أي أرسله الله يدعو الناس إليه، وأنزل عليه كتابا يتلوه يعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يتلو صحفا مطهرة أي محفوظة عن قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. قال الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأغشية، لا يفقهون معها القرآن بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم الحجة. وفي آذانهم وقرا أي صمما عن سماعه. وإذا ذكرت ربك في القرآن داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به ولوا على أدبارهم نفورا، من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل. كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوا طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملء الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا، وبذل ما به رغبوا وبذل ما به رغبوا. فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولما أمره بما فيه كمال نفسه أمره بتكميل غيره فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين الذين هم أقرب الناس إليه وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي. وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس، كما إذا أمر الإنسان بأمور الإحسان ثم قيل له أحسن إلى قرابته يكون هذا خصوصا دالا على التأكيد وزيادة الحق. فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص وذكر ذكرهم ووعظهم، ولم يبد صلى الله عليه وسلم من مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله، فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يخبر تعالى
أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقار، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب، ولكن القرن للتقوى فأكرمهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقوما ولا أشرفهم نسبا، ولكن الله تعالى عليم خبير يعلم من يقوم منهم بتقوى الله ظاهرا وباطنا، ممن يقوم ذلك ظاهرا لا باطنا، فيجازي كلا بما يسر. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت أوصاف وتعالت ذاته، أي تقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلق. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي فقال: يلقي الروح، أي الوحي الذي بالأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد، فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفعل. فهو تعالى يلقي الروح من أمره الذي فيه نفع العباد ومصلحة على من يشاء من عباده، وهم الرسل الذين فضلهم الله واختصهم الله لوحيه ودعوة عباده. والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولهذا قال: لينذر من ألقى الله إليه الوحي يوم التلاق، أي يخوف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه. وسماه يوم التلاق لأنه يلتقي فيه الخالق بالمخلوق والمخلوقون بعضهم مع بعض والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم.